مطلعه النهارده منتج اسمه شاليه اركيد. شاليه اركيد ده مسماه 32 سنتي زي ما حضراتكم شايفين. ده بيستخدم في زراعه الحاجات اللي انتوا عايزين تعرضوها بشكل جميل في البيت، وفي نفس الوقت بتديكم طابع حلو لان فيها الوان متعدده. والبوت ده يا جماعه عامل في المحلات المستلزمات الزراعيه زي ما حضراتكم شايفين، هو شكله كده قدامكم. عرضه عامل 29 سنتي وطوله عامل 28 سنتي، وعامل في اي محل مستلزمات زراعيه 70 جنيه. وطبعا عشان تستخدموه طبعا لازم تخرموا البوت من تحت زي ما حضراتكم شايفين، تمام؟ طب انتوا هتقولوا لي طب احنا ممكن المايه بتاعته تنزل على الارض او الكلام ده. هو طبعا زي ما حضراتكم شايفين في اطباق ليه، تمام، والطبق. وجماعه معانا الكنك اللي انتوا بتستخدموه في الري، وفي ناس كتير قوي بتسال عليه. الكنك ده يا جماعه في منه مقاسات، اللي هو مقاس 9 لتر اللي هو الساعه اللتريه بتاعته 9 لتر، وفي مقاس تاني اللي هو شكله اخضر مقاس 8 لتر زي ما حضراتكم شايفين. ده طبعا ايه، بشبوري. بيتفك وبيتركب تاني، ودي الفتحات بتاعتهم اهي. لما تيجوا بتسقوا بيطلع الميه بشكل سلس علشان خاطر ما يجرحش النبات. وده الـ8 لتر، وبرضو البشبوري بتاعه بيتفك زي كده اهو. الاسعار بتاعته بقى يا جماعه، الـ9 لتر عامل في اي محل مستلزمات زراعيه 95 جنيه، والـ8 لتر عامل في اي محل مستلزمات زراعيه ب 85 جنيه.